خليني اروح مع حضراتكم لملف اخر ومرتبط بالتعليم وطلبه وزاره التربيه والتعليم المديريات التعليميه في جميع المحافظات ببدء تدريب الطلاب على نظام البوكلات الجديد لامتحانات الثانويه العامه داخل المدارس الثانويه بدايه من اول شهر مارس المقبل بعد اصدار النموذج التجريبي الثالث في كل المواد ونشره على الموقع الالكتروني للوزاره قبل 3 أشهر من الامتحانات اللي هتبدا 4 يونيو القادم. واكد دكتور طارق شوقي وزير التعليم ان التوقيت الحالي لا يسمح باي تغيير في نظام امتحانات الثانويه العامه في هذا العام وسيتم تطبيق البوكليت الذي يهدف لمنع الغش. واضاف دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم انه هيتم طباعه سي دي بيضم 3 نماذج بوكليت اول مارس المقبل وهيتم توزيعها على مديريات التعليميه لطبعها وتوزيعها على الطلاب داخل الفصول لتدريبهم عليها. طبعا الطلبه اكيد محتاجين ان هم يتدربوا على نظام جديد. احنا كنا بنتمنى اننا نبدا مع الطلاب بدايه جديده في مناهج جديده واسلوب تعليم مختلف، يعني بدل ما نفكر اننا نقترح او نبتكر اساليب معالجه عشان ما يبقاش فيه غش او نتحايل على موضوع او ملف الغش، كنا نتمنى اننا نطور او نعيد النظر في المناهج مره اخرى بحيث ان هي تحاكي يعني افكارهم وعقلهم وتنمي عندهم مداركهم وتحاكي ايضا السوق المصريه اللي احنا محتاجين لعناصر تكون موجوده معانا قبل ما نتكلم او نفكر في انظمه نشوف هيغشوا ازاي ولا هيقدروا يغشوا ولا مش هيقدروا يغشوا. ولكن في النهايه دي رؤيه وزاره التربيه والتعليم وما على الطلاب او ما على المدارس الا تطبيق هذه الرؤيه ايا كانت مع او ضد في مصلحه او هتضر بالطالب. في النهايه الطالب هيطبق والمدارس هتطبق هذا النظام، ولكن محتاجين ان الطلاب يكون عندهم خلفيه، يعني بدل ما يحصل عندنا ربكه فتره الامتحانات ان الطلاب مش عارفين يحتكوا بهذا النظام الجديد واليه التفاعل معاه، خاصه ان هذا النظام هيختلف عن آلية وطرق وشكل الامتحان السنوات السابقة، يعني الثانوية العامة طول الوقت هم بيشوفوا السنوات السابقة حصل فيها ايه وبيبدأوا ان هم يتفاعلوا ويشوفوا عشان ما يتفاجئوش بشكل الامتحان. احنا غيرنا في آلية واسلوب وطريقة الامتحان، الطالب محتاج ان هو يتعود اكتر ياخد اكتر على الاسلوب الجديد ده عشان ما نبقاش بنضره اكتر ما هو اوريدي عنده ضرر واقع عليه في مرحلة الثانوية العامة. خلينا